الجيش المصري. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. شهدنا البطل، مصر دايما فكراك، هنحافظ على وعودك مع أقرب مليك، ماشيين معاهم خطوة بخطوة، بنسمع منهم، بنفهمهم، قلوبنا معاهم، دول مش بس ولادك، دول ولاد كل مصر، وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بننتظر أي مناسبة نوصل بيها لكل أسرة بطل عشان نقدم لهم شيء بسيط يفضلوا فاكريننا بيه. هو الولد بقى كان حنية الدنيا كلها فيه، وذوقه المجدعة والرجولة، سبحان الله زي ما يكون ابن جيش وابن موت، رجولة. فأنت فرحتي وفي نفس الوقت أنت شرف ليا برضك وشرف للدولة كلها. سيادة الرئيس ده سبحان الله، والله 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 والله، وأنا صايمة، أنا بحبه حب هي من عند ربنا. والله أنا بشكر القوات المسلحة اللي بدعم من سيادتك يا رئيس، اللي ربنا يفديك ويهلك عدوينك ويبارك فيك ويعينك على المسؤولية اللي أنت شايلها. ربنا يطول عمرك ويرفع شأن مصر على إيدك يا رب. ونشكر القوات المسلحة على الدعم لكل أسر الشهداء، وربنا يحفظ مصر ويحفظ الرئيس السيسي. نشكره على الاهتمام بينا ونورتونا وشرفتونا. كل سنة وانت طيب يا ست الرئيس، وبشكرك إن حضرتك ما نسيتنيش ليا. أنا بقول له أنت رحت في مكان أحسن، وأنا متأكدة أنا في خير بيه، أنا في احترام بيه، أنا في تقدير بيه، أنا الدنيا كلها بتحترمني بيه، وبتمنى من ربنا برضو أن أشوف عوضك في عدي، وربنا يصبرني على علنا فيه. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعم المتواصل لينا وعلى تكريمه، وبشكره جدا جدا إن دايما فاكرنا ومش نسينا ولا نسي أبنائنا. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هقول للرئيس ربنا يبارك فيك ويعينك على اللي انت فيه، ما الشعب المصري كله معاك، احنا من غير الجيش بتاعنا ولا حاجه، فهم ربنا يحميهم ويسترها معاهم، هم دول ظهرنا بمعنى الاصح، هم دول رجالتنا. السيد الرئيس طبعا بكل فخر يعني هو المحرك الاساسي لكل الوطن،
وإن شاء الله يعني ربنا يوفقه في اللي جاي ويجعله إن شاء الله يعني زخرا للوطن. وأنا عندي استعداد يعني أقدم نفسي أولا قبل أخوات الشهيد فدا الوطن. الوطن ده شيء كبير وحاجة يعني غالية علينا جدا. وكان كويس إنسان محترم وكان يعني الحمد لله أدب الدنيا وعمره ما زعلني. هو ما شافش بنته ديت اللي هو 5 أيام بس، وحتى هو خارج راح موت على دماغه وبايظ، قال لي يا ترى لو شاش دي هتتقابل تاني؟ لو ما تقابلنيش انت الدكتورة ملك محمود. نشكرك يا ريس، كل عيد بتفتكرنا ومش ناسينا. وبشكر القوات المسلحة برضو على طول بيجونا وبيسألوا علينا، الناس محترمة والله بيعملوا أحسن منك. كان نفسي أشوف بابا بس مشفتهوش. كل سنة وأنت طيب يا ريس، أشكرك إنك فاكرنا كل عيد. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو فاكرنا ومش بينسانا في أي مناسبة، حتى أول يوم مدرسة دايماً بيبقى مع يعني بيبعت لنا ناس مع هبة. طبعاً شرف ليا ولبنتي ولينا كلنا، سعداء جداً بوجودكم معانا. وحشتني قوي يا بابا. أنا بشكرك يا سعادة الرئيس الهدية اللي أنت جبتها لنا النهاردة. اسم احمد يشرف اي مكان يعني حقيقي، احنا دايما بنفتخر بيه، وهو دايما بقول ويبقى الاثر يعني احنا عايشين على ده. حابة اشكر سياده الرئيس، هو حقيقي احنا يعني مهتم باسر الشهداء ومهتم بالاطفال جدا جدا، ودي حاجه بتفرق معانا وبتفرق في نفسيه الاطفال قوي، هتبقى في ذاكره الاطفال حتى لما يكبروا. يعني انا دايما بقعد اقول لبيرلا يعني بصي سياده الرئيس، شوفي الاطفال وشوفي اولاد الشهداء بيتصوروا معاه، شوفي هو بيحبكوا ازاي. فاعتقد ان دي بتبقى ذكرى كويسه جدا للولاد لما يكبروا ويفتخروا بيها. يعني فخوره بابي عشان بيحارب كل الاشرار. بحبك يا سيسي، نفسي يجي هنا ويلعب معايا. ولو بطل الحكايه غاب، في مليون بطل بيتولد هيبنوا لمصر صرح الامان. فتحيه وجبه لكل وطني عايش بيفدي بروح وطني، ومصر هتفضل شايلة جميل ولادها، لأن مصر ما بتنسى الشهيد. مصر ما بتنسى الشهيد. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها السكان جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. We'll be right back.
يأتي ذلك تزامناً مع الجهود والمساعي المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري، والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة.